أنا دايما بحب أكون إيجابي في حلقاتي، حلقة جديدة من مسميات أو ألقاب أو أسماء نساء الأبراج اللي كالعادة بتكون ممتعة. كل اسم بيطلق على كل أنثى من نساء الأبراج هو بيدل على شخصيتها وصفاتها الجوهرية. الحلقة دي مقسمة ما بين أميرات وفارسات. الفرق الأميرات أو الأميرة بتبقى أهدى شوية، أما الفارسة بتبقى أشد شوية، وكل منهن له حلاوته الخاص وله أو حلاوته الخاصة وله عشاقه الذين يهيمون على وجوههم بحثا عنها. اهلا بكم، وحشتوني وبرحب بكم سريعا، وبقول للجديد عرفنا بنفسه برضه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد، دي قناتنا على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت يشترك عندنا بعد الحلقه دي بساعه على طول الساعه 10 بتوقيت مصر، ساعه كامله لايف على الانستجرام، يعني اجابه ورد على كل اسئلتكم ونحل مشاكلكم مع بعض. اللي يحب ان هو يشترك الرابط دي في وصف الفيديو اول تعليق، ودوسوا لايك الحلقه دي من الحلقات اللي بتعجب كل النساء على اختلاف ثقافتها وانواعها. بصوا على العنوان او الصورة كده اللي على الفيديو، هتلاقي ال 12 اسم مكتوبين. كل انثى تتوقع احساسها بنفسها هتاخد اني لقب وتكتب لنا. انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها. نبدأ بالحملوية. انثى برج الحمل هي فارسة، ولكن فارسة عنيدة، فارسة قاتلة، صعبة، شديدة، كثيرا ما يهاب منها الرجال، ممنوع اللمس او الاقتراب الا لما تاخد الانس الاذن عفوا. انثى برج الحمل انثى جمعت بين الضدين، بين القوه واللين، بين الانوثه والشده، ولذلك تجدها محط يعني اعجاب كبير قوي من كثير من الرجال اصحاب الشخصيات القويه. ما انثى برج الطور اميره الاميرات، لازم غصب عننا نديها اللقب ده. إحساسها بنفسها، ثقتها بنفسها، هدوءها، عدم سعيها للفت انتباهك أو إن هي تعمل شو حواليها عشان تلفت الانتباه، اقتناعها إن هي دايما مالية مركزها ومالية مكانتها، هتاخد لقب أميرة الأميرات، أميرة في نفسها، مش شايفة إن ممكن حد يتفوق عليها أو إن حد حتى ممكن تغير منه أو يكون معاها في موضع المنافسة، ودي تحسب أول شخصية الأنثى الجميلة دي. أما الجوزائية اللي دمها زي الشربات، دي بقى أميرة الذكاء، ذكية جدا جدا، وأنا قلت قبل كده تاخدك بذكائها، لا عجب أبدا إن نطلق عليها هذا اللقب الجميل المعبر اللي بيدل على سرعة فطنتها وسرعة بديهتها وسرعة كمان حدسها. تحية للجوزائية. السندريلا أنثى برج السرطان أميرة الرومانسية، يعني أنثى برج السرطان بصراحة تخطط في طريقها الكثير من النساء في الصراع على اللقب ده أو في الرومانسية عامة. هيئتها، شكلها، ملامحها، رقة صوتها، طريقة تعاملها، رد فعلها، كل ده يلقبها أو يخلينا إن احنا نطلق عليها أميرة الرومانسية. المشكلة إن أنثى برج السرطان، أو مش المشكلة بقى، الفكرة الأخاذة هنا إن أول 5 ثواني أول ما عينيك تيجي في عينيها تحس إن هي إحدى فارسات الرومانسية. سبحان الله، مفيش أنثى برج السرطان ممكن تتعامل معاها وما تحسش إن هي رومانسية. طريقتها، إحساسها، رد فعلها، نظرتها، اللي كلها يعني عيون أنثى برج السرطان كلها حب وحنية واحتواء ورومانسية، إنجاز التعبير. أما زعيمة العصابة البرنسس أنثى برج الأسد فهي فارسة، ولكن مش أي فارسة. لو إحنا قلنا عنها حاجة تانية غير إنها فارسة الفارسات ممكن تولع فينا كلنا. لازم نديها اللقب ده ونقول لها كده ربنا يكفينا يعني غضبك يعني أو زعلك. طبعا هي فارسة الفارسات وشايفة نفسها إن هي تستحق اللقب ده، ومش هترضى في حلقة النهاردة لو اديناها أي لقب تاني غير اللقب ده، أنا عارف تفكيرها. أما العذراوية أنثى برج العذراء فهي الأميرة المثالية، نظرا لبحثها الدائم
عن الكمال والمثالية، فهي بترى نفسها على فكرة ان هي دائما شخصية مثالية، لذلك لا عجب ان احنا نطلق عليها الأميرة المثالية. الأنثى برج العذراء بتحس ان هي هادية فأقرب للقب الأميرة. أما الميزانية أنثى برج الميزان الهوائي العسل أنثى برج الميزان، فدي لازم طبعا إن احنا نطلق عليها أميرة الإغراء. جاذبيتها العالية قوي، خفة دمها، ذكائها، سياستها، لسانها اللي بينقط عسل، قدرتها على الفهم أو الإجادة في الكلام المعسول، يعني روحها المرحة. يعني أنت عايز إغراء تاني أكتر من كده؟ إضافة إن هي من الإناث اللي فاهمة أوي. أما العقربة أنثى برج العقرب فهي أميرة ليست فارسة، أميرة الذهاب. طبعا لازم تخلي بالك من أنثى برج العقرب، أستاذة وملكة وأميرة الطرق والأساليب الغير مباشرة الإندايركت، وهي تجيد جدا وكثير من الرجال والله والإناث على حد السواء ما يعجب بالأنثى دي لامتلاكها ذلك النوع المميز من الأسلحة. أما الشعنونة أنثى برج القوس الناري فدي بقى أميرة الدلع، هي تحس إن هي شديدة أقرب للفارسة، ولكن هي تميل إن احنا نقول عليها في حلقة النهاردة أميرة الدلع. شقية، دلوعة، شعنونة، دمها خفيف، هي أميرة الدلع. أنثى دلوعة من أول ما أنت تشوفها أو تتعامل معها هي خدت اللقب ده وما نقدرش ان احنا ناخده منها. اما المرأة الحديدية انثى برج الجدي الترابي فدي الفارسة التي لا تقهر، فارسة طبعا مش اميرة، شديدة انثى برج الجدي الترابي ولا تقهر، لانها باختصار لا ترفع الراية البيضاء او لا تستسلم، فهي الامر. انثى برج الدلو الهوائي فدي اميرة الاناقة، اميرة طبعا هادية اوي أنثى برج الدلو، أميرة الأناقة، أنيقة أنيقة مش بس في لبسها ولا في ستايلها، في طريقة مشيتها وفي طريقة نظرتها وفي طريقة كلامها وفي رد فعلها وفي تعاملها مع اللي بتحبه أو اللي بتكرهه على حد السواء. أما أنثى برج الحوت، المرأة أو الأنثى أو البنوتة الفاتنة من الدرجة الأولى، فلا عجب بعد اللي احنا قلناه ده إن احنا نقول عليها أميرة الأحلام. طبعا كثيرا من الرجال والشباب والعشاق والهائمين عشقا والباحثين عن أجمل قصص العشق والرومانسية ما يقع في غرام أميرة الأحلام أنثى برج الحوت لما تملكه من مقومات تفردت بيها عن غيرها من الإناث. يا ريت الناس يدعم الحلقة بلايك، يدعمها بلايك لو عجبتكم، وشيروها كمان لو انتوا على الفيسبوك او حتى على اليوتيوب لاصدقاء. اعتقد ان هي حلقة ايجابية هتكون يعني ليها واقع جميل او سعيد على كل الناس اللي ممكن ان هي تشوفها. شيروها لاي حد تعرفوه او اي حد يعز عليكم، اكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم كمان من خلالها. ويلا بينا بقى، عندنا كمان ساعة بالظبط او نص ساعة يعني في الرينج ده لايف، ساعة كاملة على الانستجرام، اللي يحب ان هو ينضم. يلا توحشوا.